مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ أكيد أنتو هلأ نعسانين وبدكن تناموا، بس قبل ما تناموا شو بدكن؟ بدكن تسمعوا حكاية، وأنا بعرف أنه أنتو هلأ عم تستنوا لي حتى تسمعوا الحكاية. وأنا اليوم رح أحكي لكم حكاية كتير حلوة، والحكاية هي اسمها البطة الملكية. تمام؟ هلأ رح نبلش ورح أحكي لكم الحكاية، بس قبل ما أحكي لكم الحكاية لازم تقولوا للبابا أو للماما أو للي شغل لكم الفيديو أنه يشترك بالقناة ويعمل لايك للفيديو ويفعل زر الجرس مشان كل ما نزل حكاية جديدة تسمعوها. اتفقنا؟ أوكي. هلأ خلينا نبلش. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في بطة عايشة بغابة، وقدام الغابة كان في بحيرة تنزل كانت تسبح فيها وتطلع. يوم من الأيام هاي البطة حبلت وصار في عندها 6 بيضات. صار في عندها 6 بيضات. هدول البيضات بس يجوا لعند البطة بتقعد عليهم فترة منيحة، بعدين بيفقسوا هدول البيضات وبيجي أولاد صغار، بيصير في عندها أولاد صغار مثل هيك بطات صغار. تمام؟ المهم بعد انتظار طويل كانت هي قاعدة على البيضات وعم تستنى لحتى يولدوا ويجوا أولادها الصغار. قام اجى اليوم اللي هي لازم تولد فيه. المهم عملت هيك أول بيضة، انكسرت أول بيضة طلع منها أول ولد اللي هي بطة، كسرت البيضة الثانية كمان طلع منها كمان بطة جديدة وصغيرة، كمان انكسرت البيضة الثالثة كمان طلع منها بيضة كمان هيك ولد صغير، وانكسرت البيضة الرابعة كمان وطلع منها هيك كمان بطة صغيرة، وكمان انكسرت البيضة الخامسة وكمان طلع فيها بطة صغيرة وحلوة، وكلهم كانوا هيك حلوين وكلهم بيشبهوا البطات، بس في بيضة لسه ما انكسرت وما فقست. يعني هي البيضة لسه ما يعني ما طلع منها الولد، ليش؟ قام استغربت هي البطة، قالت لحالها ليش كلهم اجوا هدول الولاد الا هي البيضة ما انكسرت وما طلع منها الولد. قام شو قالت البطة؟ قالت لازم استنى انا وضلني قاعدة عليها كمان يومين ثلاثة لحتى تفقس ويطلع منها هذا الولد. هي شو فكرت؟ فكرت ان هاي البيضة ما فيها ولد وما راح يجي ولد، يمكن انه طلعت فاسدة او مو منيحة البيضة وما راح يجي ولد. بس شو قالت هي؟ قالت خليني استنى انا يومين ولشوف. المهم والله بعد يومين البيضة تحركت، هاي البيضة السادسة اللي كانت عم تستناها تحركت وهيك صارت تتحرك، فالولد اللي بقلبها كان جوا اللي هي البطة عم تحاول ان تكسر البيضة وتطلع بس ما عم تحسن. فاجت الام شو ساوت؟ ساعدت البيضة وكسرتها هي بتمها وطلع منها بطة لونها حمراء. بس البط ما بيكون لونه احمر، البط بيكون له الوان تانية، يا بيكون بني يا بيكون اسود ورمادي واخضر، يعني بيكون الوان هيك بس ما بيكون بط احمر. المهم طلعت هيك الام، طلعت هيك قام لقيت بطة لونها حمراء غريبة، شو البطة هاي؟ قام ساعدتها للبطة الصغيرة وكسرت البيضة وطلعت البطة الصغيرة من البيضة. بس كانت البطة هاي الصغيرة يا حرام هيك ضعيفة وتعبانة وهيك هي ما قوية مثل الأخوات اللي اجوا. فشو ساوت الأم؟ ساعدتها وطلعت من البيضة. بس شو كان شو صار يصير بعدين؟ صاروا كل اخواتها لهي البطة الحمراء والام يعاملوا هي البطة الحمراء معاملة مو منيحة، صاروا يعاملوها معاملة سيئة، صاروا ما ياكلوا معها، او مثلا اذا بدها تاكل معهم تجي يقلعوها يطردوها لانه بطة حمراء. وقالت لحالها الام انه انا شو بدي فيها هي بطة حمراء، ما بحبها هيك انا. المهم فضلت هيك على الحالة هي، بس هي البطة الصغيرة ما فيها تعيش هيك، لازم تاكل لازم تشرب لازم امها تساعدها، بس امها كانت مو منيحة وما عم تساعدها لانه هي البطة اجى لونها حمراء وما في شيء بالبط انه بيجي لون احمر. فكلهم كانوا عم يعاملوها معاملة سيئة، معاملة مو حلوة. الام كل ما تحط الاكل مشان ياكلوا اولادها، اولادها هادينك اقوى من هاي البطة الحمراء، يرقدوا فورا على الاكل ياكلوها، تروح البطة الحمراء بدها تاكل ما تلاقي الاكل، تلاقي الاكل خلاص، تجي بدها تشرب مي ما تلاقي تشرب مي، ما تحسن تشرب مي. قام شو ساوت هاي البطة؟
قررت هي البطة أنه تطلع وتترك أهلها وتترك أخواتها وتروح وتعيش لحالها. المهم حملت حالها وراحت هي البطة الصغيرة اللي هي الحمراء، تركت أخواتها وتركت أمها وراحت لهم، بدها تاكل، هي جوعانة بس هي حرام ضعيفة شوي وهيك جوعانة وبدها تشرب مي وما عم يطعموها وما عم يشربوها. المهم راحت هي البطة صغيرة وهي عم تمشي بالغابة، قام طلعت هيك لقيت بحيرة، راحت لناحى البحيرة، وقفت هيك ناحى البحيرة وصارت تبكي. قام مين صار يحاكيها؟ صار يحاكيها البحيرة. طلعت هيك البحيرة عليها، قالت للبطة، قالت لها الله، قالت لها انت كتير حلو يا البطة، لونك كتير حلو، كيف انت لونك هيك، لونك احمر؟ قام البطة سمعت البحيرة، قالت لها إلي عم تحاكيني؟ قالت لها ايه إليك عم حاكيكي. البطة هي استغربت، قالت لها بس انا كلهم عم يهربوا مني واخواتي ما عم يلعبوا معي وما عم يخلوني اكل، وامي كمان ما عم تهتم فيني ولا عم تطعميني ولا عم تشربني. قال لانه انا مو حلوه بشعه. قالت لها لا، قالت لها البحيره، قالت لها لا مو مزبوط، قالت لها بالعكس، قالت لها انت كتير حلوه ولونك كتير حلو وانت احلى بطه انا بشوفها بحياتي. انا كتير بيجوا البطات بيسبحوا عندي هون بالبحيره بس ولا مره شفت هيك بطه حلوه، بالعكس انت بطه كتير حلوه ولونك احمر حلو. قام البطة هاي الصغيرة انبسطت، قام قالت للبحيرة، قالت له شو بديك؟ قام قالت له أنا جوعانة كتير وعطشانة كتير وصلي فترة ما أكلت وما شربت مي، جوعانة كتير. قام قالت للبحيرة، قالت طيب انت روحي عدي على طرف البحيرة وأنا رح أزتلك أكل، رح أزتلك سمك من عندي من البحيرة مشان تاكلي وتصيري قوية، وبس تخلصي فيك تجي تشربي من البحيرة من عندي، أنا المي تبعي مي طبعي طيبة وحلوة. انبسطت البطة وروقت كتير. المهم ضلت عايشة مع هالبحيرة هاي، كل يوم تعطيها أكل وتشربها مي، وروقت وصارت تكبر شوي شوي هيك وصار شكلها كمان حلو هيك أحلى كبرت. المهم يوم من الأيام كان الأمير ابن الملك كان عم يتفتل بالغابة، هو ركب على الحصان، قام الحصان تبعه عطش بده يشرب مي، قام أخذ الحصان وراح البحيرة مشان يشربوا المي للحصان. هو عم يشرب الحصان المي وطلع هيك الأمير، قام شاف هاي البطة الحلوة، طلع هيك على لونها، قال يا شو هالبطة الحلوة، هاي أحلى بطة بشوفها بحياتي، كتير لونها حلو، كتير لونها حلو وظريفة. فشو قرر؟ قرر أنه ياخذ هاي البطة وياخدها لعند مين؟ ياخدها لعند الملك ويورجيها مشان ينبسط منه الملك انه هو اصطاد صيد حلو. تمام؟ المهم اخذ هاي البطة وراح فيها لوين؟ لعند الملك على القصر. فات لعند الملك ورجاها البطة للملك، طلع هيك الملك قال له اوه، قال له والله هالبطة حلوة حلوة، قال له والله انت هالمرة جبت صيد مرتب، كل مرة بتروح ما بتجيب صيد مرتب بس هالمرة جبت صيد مرتب، برافو عليك يا ابني. أخذوا هالبطة وحطوها عندهم بالقصر. بعد ما حطوها بالقصر البطة من كتر ما لها حلوة، قام شو أمر الملك؟ أمر الملك أنه يعملوا له بيت من ذهب لهي القطة، يعملوا له هيك بيت صغير من ذهب للبطة تعيش فيه، وأمر أنه يحطوا له أكل، وأمر أنه يعملوا له فرشة من حرير، ويعني زبط لها بيت، صار بيتها كتير كتير حلو. يوم من الأيام قرر هذا الملك أنه يعزم كل الملوك اللي حواليه مشان يجوا ويشوفوا هالبطة الحلوة، لأنه بطة كتير حلوة بحياتهم ما شافوا هيك بطة. المهم عزموا يوم وعزم هالملوك، اجوا الملوك مشان يأكلوا ويشربوا بالقصر، وطلع هاي البطة ورجاهم ياها، شافوا البطة واو، كلهم قالوا شو البطة، والله هي بطة كتير حلوة، حلوة وظريفة، لكلونة ما أحلى، والكل صار يتمنى أنه يكون في عنده هيك بطة، كلهم صار يقول يا ريت عنا هيك بطة، والله هي بطة كتير حلوة. المهم بعد ما خلص الحفلة وكل شيء، اجا جمعهم نادالهم كلهم، جاب ابنهم وقال لهم شفتوا ابني شو جاب؟ جاب بطة كتير حلوة. قالوا له بالفعل هي الصيدة اللي صادها والبطة اللي جابها بالفعل
بطة كتير حلوة بحياتنا ما شفنا مثل جمال هالبطة هاي. قام شو اقترح الملك؟ قام قال له الملك، قال له والله أنا عم فكر إنه هاي البطة تصير هي الملكة تبع البط كله يلي موجود بالعالم، شو رأيكم؟ قام كلهم قالوا له إيه مزبوط، كلامك مزبوط، ولازم والله لازم هي البطة تكون هي الملكة تبع البط كلهم، لأنه هي كتير حلوة وكتير شكلها حلو وظريفة. فقرروا أنه يعملوا هي البطة ملكة لكل البطات اللي موجودين وعايشين بهالأماكن والبحيرات، وصارت هي البطة هي الملكة تبع البط، وهي عايشة بالقصر وعم يدللوها ومبسوطة وعايشة حياتها كتير حلوة. شفتوا هي القصة اللي بدي قلكن ياها، انه الواحد لا يحكم على شيء من شكله. اذا واحد شاف حدا شكله مو حلو، او حدا شاف مثلا شكله مو منيح، او شكله في شيء غلط مثلا مو طبيعي، ما بيصير يروح يضايقه ويزعله، وما بيصير يتمسخر عليه، وما بيصير يتمألس عليه. بالعكس لازم يحبه ويدير باله عليه ويهتم فيه وما يزعله. تمام، هاي كانت قصتنا لليوم عن البطة يلي عاملوها مو منيح بس صارت هي ملكة لأنه هي بطة كتير حلوة وظريفة. وتوتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة ولا فتفوتة؟ يلا أنا راح أترككم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل حكاية بنزلها جديدة على القناة. يلا باي.